محبة قوية وأبدية بالسكر، يولي حبيبك يبغيك حب كبير ويعشقك عشق مجنون، يولي يفكر فيك ليل ونهار وما يقدر على فراقك حتى دقيقة، راح يجيك في منتصف الليل يقلب عليك ويبحث عليك. محبة وطاعة عمياء أبدية، تخليه يطيعك طاعة عمياء كالحمار، يسمع كلامك غير انتية ويدير بقراراتك. جلب سريع حتى لو بينكم فراق سنين، راح يرجع لك كله حب وكله شوق واشتياق، حتى لو بينكم مسافات، حتى لو بينكم سحر التفريق. عمليها لزوجك، عمليها لحبيبك، عمليها لخطيبك، راح تزيد المحبه بيناتكم، وراح يصير يعني بينكم حب كبير وما يقدرش يفارقك، وحتى انت ما تقدريش تفارقيه. راح ترتبطوا ببعض. من اجمل الوصفات ومن اسهل الوصفات، سهله وبسيطه، مفعولها قوي، جربيها كما يجب بدون زيادة ولا نقصان. الوصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها متواجدين في أي منزل. اعملي النية وجربيها الآن حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات الغليات، بارك الله فيكم جميعا حبيباتي. أتمنى يا رب هذا الفيديو يلاقيكم بصحة جيدة وتكونوا بخير وبألف صحة وسلامة. أولا أود أن أشكركم على تعليقكم الإيجابية وكلامكم الطيب في حق وصفاتي وفي حق أعمالي، والله العظيم أفرح كثيرا عندما يعني أقرأ التعاليق والناس جربوا الوصفات ونجحوا معهم الحمد لله، ولا أي وحدة اشتغلت لها وكنت سبب بعد الله سبحانه وتعالى في لم شملها مع عائلتها ورجعت لطليقها ولا فكيت لها صح ولا أي حاجة. فالناس المهتمة بالأعمال الروحانية القوية راه كنخلي لكم الجيميل ديالي في صندوق الوصف في أول تعليق، بعثوا لي رسالة وسيتم الرد عليكم إن شاء الله كاملين بقدرة الله تعالى. فيا رب يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات، يسر أمور متابعاتي وفرج عليهن كرب الدنيا والآخرة، واشفيهن شفاء لا يغادر بعدك سقما. فأي وحدة تريد الزواج يا رب تجمعها مع حبيبها ومع ابن الناس اللي يتقي الله فيها ويحترمها ويصونها، واللي تبغي أولاد يا رب ترزقها الذرية الصالحة، واللي تبغي يعني وظيفة يا رب ترزقها الوظيفة والرزق الوافير والرزق الحلال يا رحمن يا رحيم، واللي عندها أي كرب يا رب تفرج عليها كرب الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه وتعالى. بالنسبة لهذا العمل لكي لا أطيل عليكم حبيباتي، تكوني على طهارة، تعمليه في مكان هادئ، السرية التامة، ما تخبري لا أختك ولا صديقتك. راه سبحان الله الحاجة ملي كتكون مستورة يا ربي ييسر في الأمر، واستعينوا على أموركم بالكتمان. سبحان الله عندما شوفي غير لما يجيك عريس تخبري الناس فجأة بروح بدون سبب، هذا الشيء راه كيجيبو كثرة الكلام. هذه الوصفة لا تعمليها يوم الأربعاء والسبت، وكيف ما تنقول لكم دائما راه الوصفات عندما تعمليها في النصف الأول من الشهر العربي وو بتكون قوية قوية كثير. المكونات سهلة، راح نحتاج 5 ورقات بيضاء، ها هي 1 2 3 4 5، 5 ورقات بيضاء. راح نحتاج القليل من الحرمل، هذا هو الحرمل، إذا توفر عندك، لكن الأحسن توفريه، تروحوا عند أي عطار الحرمل معروف. راح نحتاجو السكر، سكر يكون باودر، يعني السكر اللي يعني باودر مطحون، مش قطعة، لا مش قطعة زي هذه، نحتاجو يعني يكون باودر اللي نحطوه في القهوة، فهمتوا علي؟ فأولا نأخذ عطرنا المفضل، نعطر به المكان اللي راح نعمل فيه العمل جيدا، ونطلق البخور برائحة طيبة ونشعل شمها. هذه الخطوات اختيارية يعني تساعد في نجاح عمل، فهمتوا علي؟ راح ناخذو قلم أحمر، قلم أحمر، تأخذين الورقة الأولى، هذه هي الورقة الأولى، نكتب في الورقة الأولى، يعني نحتاج 5 ورقات، راح نكتب في الورقة الأولى هذا الكلام، نكتب دال دال دال، وديري هكذا ياك، هذا الرمز على هذا الشكل، ثم تكتبين اجلبوا اجلبوا فلان ابن فلانة، حيث حبيبك ولا زوجك ولا ابن فلانة، إذا ما عرفتيش اسم الأم دائما ابن حواء، اجلبوا فلان ابن فلانة لي مدلولا، لي مدلولا أنا فلانة بنت فلانة، اسمك أنت واسم أمك، هذا الرمز، وتكتبين اجلب فلان ابن فلانة لي مدلولا انا فلانة بنت فلانة. هذه الورقة الاولى. الورقة الثانية ترسمين فيها جدول على هذا الشكل،
ثم تكتبين في هذه الخانه تكتبين اسم حبيبك حروف متفرقه، مثلا اسم سعيد سعيد هكذا. انت مثلا اسمك امينه تكتبين امينه حروف متفرقه اسمك واسم حبيبك. حد الان كل شيء واضح. تكتبي هنا احرقوا قلبه وعقله بمحبتي امين امين. اسم حبيبك حروف متفرقة واسمك انت حروف متفرقة، تكتبين هنا احرق قلبه وعقله بمحبتي امين امين، وتكتبين هنا عين 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 ولكن وسطها نقط على هذا الشكل ثلاث. نقرب لكم اسم حبيبك متفرقة واسمك حروف متفرقة سعيد أمينة يحرق قلبه وعقله بمحبتي آمين آمين عين 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 وسطهم نقاط ثلاث عينات. الورقة الثانية، الورقة الثالثة نكتب فيها يا خدام يحرق قلبه واجعلوني أنا فلانة بنت فلان. ها يا فلان يا خدام يحرق قلبه واجعلوني أنا فلانة بنت فلانة حلوة كحلاوة السكر في عينه. يا خدام احرقوا قلبه واجعلوني أنا فلانة بنت فلانة حلوة كحلاوة السكر في عينه. الورقة الرابعة يعني تكتبين فيها اجعلوه يتشهاني يتشهاني في نومه ويتخيلني في كل مكان. اجعلوه يتشهاني في نومه ويتخيلني في كل مكان. هذه الورقة الرابعة. بالنسبة للورقة الخامسة تكتبين فيها هكذا هذا الرمز حرف الميم على هذا الشكل، ثم تكتبين هنا حرف الدال عين في نقطة هنا عين نقطة هنا كحرف هذا على هذا الشكل. عندما كتبنا كل هذه الكلام على هذه الأوراق الخمسة نأخذ هذه الأوراق الخمسة نضعها على قلبنا ونقرأ عليها هذه العزيمة سبع مرات، نقول يعني وهذه الورقات الخمسة فوق قلبنا نقول شحنتكم بطاقة الجلب والمحبة الأبدية لكي ييسر أمري وتقضى حاجتي التي بخاطري آمين آمين. شحنتكم بطاقة الجلب والمحبة الأبدية لكي ييسر أمري وتقضى حاجتي التي بخاطري آمين آمين. تقرأين هذه العزيمة عن هذه الورقات سبع مرات والورقات على قلبي، بعد ذلك ترمين هذه الورقات يعني دفعة واحدة في النار وهي تنحرق وهي تنحرق وقلب الشخص ينحرق وما راح يهدأ له بال، راح يحس بحرارة في جسده وراح يحس يعني بطاقة رهيبة وألم في رأسه وما راح يهدأ له بال حتى يتصل بك ويعتذر منك على أي شيء سواه حتى لو كنت أنت الغلطانة في حقه. جربيها حبيبتي قوية وأهم شيء أنها سهلة وبسيطة، جربيها وردي عليا. فبالنسبة للورقات عندما نريد حرقها حبيبي في كل ورقة نضع القليل من السكر والقليل من الحرمل في كل ورقة ونرميهم، يعني إما ترميهم دفعة واحدة في النار إما واحدة تلو الأخرى لا حرج في ذلك. حتى إذا ما عندك الحرمل وما عندك سكر ديري فقط السكر غير الحرمل، من الأحسن يكون عندك ويمكن تعويض الحرمل بالفلفل الأسود، فهمتوا عليا؟ فكل ورقة تضعين فيها القليل من الحرمل والقليل من السكر وتقومين بحرقهم إما دفعة واحدة إما واحدة تلو الأخرى.